أول شيء أنا فخور جدا وسعيد جدا بالرؤية الحكيمة اللي قودها سيدي ولي العهد محمد بن سلمان في مجال الرياضات الإلكترونية. البطولات العالمية أصبحت الآن هنا في السعودية. أول كنا نحلم لمجرد المشاركة والتواجد، وكنا فقط نسمع فيها يا في التلفزيون أو حتى في المشاركات الخارجية، لكن الآن أصبحت الرياضات الإلكترونية أو السعودية بالتحديد هي المهد وهي المستضيف لهذه الأحداث الكبيرة في السعودية. والآن سنشوف أبطال عالميين يجون للسعودية فقط علشان المشاركة. فكل هذه الأشياء وكل هذه الأحلام في السابق كانت حلم بالنسبة لنا أصبحت واقع، وهذه رؤية وهدف كان واضح وصريح من حكومة واعية مدركة تماما بأن هذا المجال هو الحاضر والمستقبل.